أن ما استمعنا إليه من السيد رئيس الجمهورية في اللقاءات الثنائية هو إعادة تأكيد على موقف الجمهورية الإسلامية الثابت من القضية، من المقاومة، من القدس، من عدم حق الاحتلال الإسرائيلي بأي تواجد على أي شبر من أرض فلسطين. وأنا أعتقد أن هذا الحديث الثنائي الذي أجراه سيادته مع قيادات المقاومة في فلسطين هو عبر عنه بشكل واضح في خطابه اليوم أمام مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وأمام التلفزة العالمية. أوضح بكل وضوح بأن الجمهورية ستبقى على موقفها الثابت والراسخ من القضية والمقاومة.